نحن اليوم أمام منتخب وطني منظم دفاعيا بشكل كبير. صحيح هناك أخطاء على المستوى حراسة المرمى، ياسين بونور ارتكب أخطاء فردية، ولكن على العموم يمكن القول أن الإطار الوطني وليد الركراكي استطاع أيضا أن يحافظ على الحماس، أن يحافظ أيضا على هذا الجو الجميل داخل المنتخب الوطني. وها نحن اليوم نعيش أيضا فرحة جديدة تغلب على المنتخب البرازيلي في هذه المباراة الودية. إذن عودة موفقة للعناصر الوطنية، فوز على منتخب مصنف الأول عالميا المنتخب البرازيلي، وفوز معنوي وفوز كبير سيعطي شحنة إيجابية للعناصر الوطنية من أجل خوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، اللي بطبيعة الحال تأهل لها المنتخب الوطني المغربي في يوم البارحة بعد تعادل المنتخب الرواندي مع جنوب إفريقيا. إذن كلنا فرحون بهذا العودة الموفقة للعناصر الوطنية. إذن كانت أمسية رمضانية جميلة جدا، استمتعنا فيها مع العناصر الوطنية، وعاود تذكرنا الأمجاد والبطولة الكبيرة اللي قدمها المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر. بطبيعة الحال أي حارس مرمى وأي لاعب محترف كرة القدم كان يوقع في أخطاء. ياسين بونو ما يمكنش ننكروا المجهود والبطولة الكبيرة اللي قدمها مع المنتخب الوطني في كأس العالم. إذا الأخطاء واردة دائما في كرة القدم، نتمنوا أنهم ما يتعودوش، خاصة والمنتخب الوطني المغربي مقبل على نهائيات كأس الأمم الإفريقية اللي نتمنوا أن اللقب لثاني مرة يعود للمغرب. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.